الاختناق وضيق التنفس أثناء النوم. تتمثل تلك الأعراض في نوعين، أولهما أعراض ليلية، الشخير بصوت عال، نوبات ملحوظة من التوقف عن التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم، التردد على دورة المياه كثيراً أثناء الليل. وثانيهما أعراض نهارية، صداع الصباح، صعوبة التركيز خلال اليوم، العصبية والانفعال، الشعور بالنعاس خلال اليوم ومع ممارسة الأشياء الروتينية. هل تتعرض للاختناق وضيق التنفس أثناء النوم وتبحث عن حلول لتلك المشكلة؟ هل تعلم أن ضيق التنفس يحدث حين لا يستطيع جسمك ضخ الأكسجين بشكل كاف إلى الدم، أو حين لا تستطيع رئتاك أداء دورهما بتوفير الأكسجين، أو لا يضخ القلب الدم بشكل فعال؟ هل تعلم أن ضيق التنفس أثناء فترة النوم قد يسبب مشاكل خطيرة تؤثر على جهاز الدورة الدموية والقلب أو الجهاز العصبي أو التنفسي؟ حتى لا تتعرض للاختناق وضيق التنفس ليلاً، عليك الالتزام بما يلي: إذا كنت مصاباً بالربو، فالتزم بجدول العلاج وتجنب مثيرات الأزمة. إذا كنت مصاباً بمرض قلبي، فالتزم بالعلاج للحفاظ على صحة عمل قلبك. الابتعاد عن التدخين بكافة أنواعه. احرص على إنقاص وزنك لأنه يساعدك على علاج الاختناق. تجنب مسببات الحساسية وحافظ على نظافة غرفة نومك مع تهويتها باستمرار. ممارسة الرياضات الهوائية لأنها قد تحسن من ضيق التنفس أثناء النوم. بادر بالحجز بعيادة اضطرابات النوم ونم بعافية. المركز الطبي الدولي، غايتنا عافيتكم.